انطلق منذ ساعات النزال التاريخي بين أنطونيو جوسوا يقضي على فرانسيس إنجانو ويفوز عليه بالضربة القاضية في الجولة الثانية. تغلب البريطاني أنطونيو جوسوا على الكاميروني فرانسيس إنجانو بالضربة القاضية في الجولة الثانية من نزالهما بموسم الرياض. وشهد النزال الذي لفت أنظار العالم حضورا مميزا لمشاهير الرياضة والفن. تمكن أنطوني من التغلب على إنجانو في الجولة الثانية بعد ضربة قاضية قوية للغاية أسقطته أرضا. أنطونيو هو بطل العالم السابق للوزن الثقيل، لم يترك مجالا لإنجانو بطل الفنون القتالية المختلطة. استغلب عليه بالضربة القاضية في الجولة الثانية على حلبة الملعب المملكة أرينا. أنطونيو حاصر إنجانو على الحبل في الجولتين الأولى والثانية مقدما عرضا وجيزا لقوة لكماته.